دستور الدولي للملوف والموسيقى التقليدية الدورة 58. تحية من برنامج يوم سعيد للفنانة سيرين بن موسى. سيرين صباح الخير ويومك سعيد. صباح الخير سي الحبيب ويومكم سعيد. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك سيرين. يعيشك. كنت معنا منذ أشهر قليلة في سهرة في الإذاعة وانت مقيمة في باريس. روحت وقتاش روحت؟ عندي نهايري. يا باهي تحضر في روحك لعرض الليلة إن شاء الله في تستور. أكيد. نعم. أكيد باش تقعد جمهورك سيرين الليلة. باش يكون معناتها باش تكون عنا جولة حول الموسيقى التقليدية التونسية معناتها وبالأساس الملوف ومهرجان الملوف. نعم. البداية باش تكون بالملوف التونسي، وتعرف هو العرض زادة مدعوم من فات إسبانيا. باش يكون فما بخلاف الملوف فما مزيج ما بين الموسيقى الإسبانية والموسيقى التقليدية التونسية. مثلا باش نلقاو حرمتو بك نعاسي بالعربي وبالإسبانيول، باش نلقاو بعض أغاني الهادي جويني بالعربي وبالإسبانيول. مثلا يعني كيفاش؟ مثلا نغادي لك شوية تحبها. أي مثلا إن لا نوتين كدا عبا بدا خودي خسني ونا بريسا تفلابا برفومي دس دل خلبي ونا بريسا تفلابا برفومي دس دل خلبي. فنانة شوية من تحت الاثنين في الليل. صحيح. نعم. في فرنسا عندك أنشطة فنية، تقدم حفلات وتشارك في عروض سيرينا. أكيد مش كل شيء معناتها العروض. عندي حتى نادي الملوف في باريس. نعم. وننشطوا معناتها يومين في الأسبوع، نهار اثنين ونهار ثلاثة، معناتها عطلة صيفية دونك قطعنا على دروس، ولكن نرجع في أول سبتمبر. ويجيوا ناس يحفظوا الملوف مهتمين، مش كل شيء توانسة. عندي مغاربة، عندي جزائريين، عندي حتى سوريين يجيوا يحفظوا الملوف. وفما حتى اللي معناتها اللي ما يقراوش اللغة العربية معناتها، ولا فما حتى اللي مثلا مولودين في فرنسا وما يحكيوش عربي، وفما اللي ولاو يقراوا اللغة العربية ولكن يتذوقوا ويسمعوا الموسيقى يتذوقوا ويسمعوا واحنا ديما نترجموا لهم معناتها حتى النصوص ونفسروا. وبالحق معناتها الناس مهتمة برشا بالتراث نتاعنا، وهذه اللي شيء فرح. أكيد. عندك عروض أخرى إن شاء الله في تونس سيرين بن موسى؟ العرض الوحيد. ربما أنت ما تقدمتش بملف لوزارة الثقافة ولا المهرجانات ولا ما نعرفش يعني. أنا ما تقدمتش بملف لوزارة الثقافة، ولكن مثلا مهرجان دستور هما اللي اتصلوا بيا. حتى مثلا المهرجانات خارج تونس مثلا في لندن ولا مونريال ولا ليون ولا فرنسا، يعني اللي يقوموا بالبرمجة هما اللي يتصلوا بالفنان معناتها، يقوموا يبحثوا ويشوفوا معناتها شنو اللي موجود على الساحة ويتصلوا معناتها بيا ناس اللي أنا أصلا ما نعرفهمش وعمره ما كان عندي بهم اتصال، ولكن فما ناس مثلا برا تخدم على البرمجيات. صحيح. دونك يبحثوا يسمعوا يمشوا يحضروا عروض ويشوفوا العروض الملائمة لمهرجانهم. طبيعي. أي معناتها تصور كامل. نعم سيرين، أنت تعودين إلى تستور في المهرجان بعد غيبة 8 سنوات هكا. صحيح. انت اولا المره 2016. اي 2016 اكيد هذه عوده الذكريات والشوق وحنين لمدينتك. انت تستوريه؟ اكيد. اي تستوريه. مولوده في تستور؟ لا مولوده في اريانا. مولوده في اريانا، ولكن والدك وجدودك من تستور. من تستور. أي. يعني هذا عنصر اساسي في ارثك الموسيقي، في محبتك للملوف وهذه النوعيه من الغناء. بالطبيعة احنا في الملوف معناتها من صغرتي نسمع فيه في افراحنا وفي معناتها السهرات العائلية. كانوا قبل معناتها حتى في العروسات يعملوا سهرية ملوف، يغنيوا الملوف ويحفظوا الملوف ويشطحوا على البراول وعلى الختام.
اللي اليوم الناس معناتها يقول لك كل ملوف معناتها موسيقى ما تبيش لقيا حظها موسيقى ما تتغنى في هكا في منسية شوية في يعني إطار منسية تتغنى في إطار ثقافي معين. ولكن المألوف مش صحيح. المألوف أنا نذكر معناتها فيها مقطوعات اللي هي معناتها ريتمي وفيها نوع من التخميرة خاصة وقت اللي يغنيوا المألوف الجد معناتها المألوف عنده رونق. مثلا أعطيني مقطع من مالوف هكا فيه إيقاع معين. مثلا أنت كي تغني الكون إلى جمالكم اشتاقوا. إي تفضل. فيها إيقاع. تفضل سيرين نسمعك. الكون إلى جمالكم مشتاقوا وأنا أعلم كله لكم عشاقوا ونعلم كله لكم عشاقوا موزونة. يعطيك الصحة. أي صحيح نعم. إذا نذكر هذا المساء في افتتاح الدورة 58 لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى التقليدية الفنانة سيرين بن موسى. شكرا لك سيرين وإن شاء الله بالتوفيق وتكون سهرة طيبة رائقة مع نسائم أندلسية في تستور إن شاء الله. شكرا.